بسم الله الرحمن الرحيم. المعالم التراثية والسياحية في ولاية إبرة، وموضوعنا اليوم هو عن بير اسمه طوي أسكيكرة. وهكذا كانت الآبار في السابق، وهذه الصورة هي توضيحية وليست الصورة الأصلية. وطوي أسكيكرة كان شكله تقريبا هكذا. وكالعادة نبدأ أولا بالمقدمة. السلام عليكم. جولتنا اليوم جولة عامر إلى طوي، وهو بير اسمه طوي سكيكرا في قرية ساحل عافية بولاية إبرة سفالة. وشكرا جزيلا. موقع طوي سكيكرا في ولاية إبرة. وطوي سكيكرا هو في ولاية إبرة في قرية ساحل عافية. والطوي حاليا هو في منزل المغفور له سليمان بن عبد الله سناوي. لماذا تم تسميته كطوي سكيكرة؟ الجواب هو كلمة السكيكرة هي كلمة مصغرة للسكر، وسميت سكيكرة لأن مياهها عذب وطعم المياه حلو مثل السكر. المؤسس أو الذي حفر هذا الطوي هو الجد راشد بن محمد بن سيف بن مسلم السناوي. أما بالنسبة لتاريخ حفر هذا الطوي، لا توجد وثائق عن تاريخ حفرها. وهنا تشاهد الدخول إلى منطقة الطوي. تشاهد في هذا الجزء طوي السكيكرة، وكذلك مستوى المياه تقريبا وعمق الطوي. ولكن للأسف في الوقت الحاضر لم يعد الماء في طوي سكيكرة حلو ولذيذ مثل ما كان سابقا، ولأسباب كثيرة مثل التوسع العمراني والمشاريع وقلة الأمطار وكثرة الآبار. المميزات الخاصة التي كانت في السابق لطوي سكيكرة، وفي الماضي كانوا الناس يستقون من عذوبة مياه سكيكرة والتي لم يوجد لها مثيلا في ولاية إبرة، ويعتقد أنه يشفي المريض والعليل. ومن فوائد طوي سكيكرة للمجتمع كان لا يقتصر الاستقاء منها على أهل قرية ساحل عافية فقط، بل كانت تأتيها نساء من قرى مجاورة كقرية صباخ والقناطر لتستقي منها للشرب. وهذه هي الممرات أو السكيك التي كان الناس يأتون منها إلى طوي سكيكرة. وهذه هي صورة حفيد المؤسس الطوي سكيكرة، وهذا الجد المرحوم عبد الله بن سليمان بن محمد، وهو نصيب شمج المؤسس الطوي. ونشكركم على مشاهدة جولات عامر.